أفاد موقع سايت أونلاين الألمانية وأن خرقا أمنيا معلوماتيا قد أتاح الوصول إلى معلومات تتعلق بانعقاد ما لا يقل عن 6000 اجتماع للجيش الألماني على منصة ويبكس المخصصة للمؤتمرات عبر الفيديو. ذكر الموقع أن بعض هذه الاجتماعات مصنف على أنه سري، ومنها المتعلق بصواريخ تاوروس طويلة المدى التي تطالب بها أوكرانيا.